بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. بنعمة ربنا نتأمل مع بعض النهاردة في آية جميلة جت في كورنثوس الأولى 6:20، يقول فيها بولس الرسول: مجدوا الله في أجسادكم. يعني إيه نمجد الله في أجسادنا؟ أول طريقة نمجد بها الله في أجسادنا هو أن نقدس أجسادنا بالبعد عن الخطية، وده بدأته معنا الكنيسة في يوم المعمودية. بعد ما بنتعمد بننال سر الميرون، والكنيسة بتدشن جسدي بزيت الميرون اللي بتدشن به الكنائس والأيقونات والمذابح، زي ما تكون الكنيسة بتخصص هذا الجسد لله، فتهدهني ب36 رشمة في كل حواسي وكل مفاصلي وكل جزء في جسدي لكي تقدس هذا الجسد. فيقول بولس الرسول بعد كده: فما ينفعش ناخد أعضاء المسيح دي ونجعلها أعضاء نجاسة، لكن تكون جسدي كله مقدس، تستخدم جسدك في حاجات قداسة مش حاجات فيها خطية. حاجة كمان تجعل أجسادنا تمجد اسم المسيح أن يكون جسدك منضبط، والكنيسة بتساعدني على أن تعلمني إزاي يكون جسدي منضبط من خلال الأصوام، من خلال الامتناع عن الأكل وقت معين، الامتناع عن بعض الأطعمة، من خلال الصلوات اللي متحددة مواعيدها، من خلال الأجبية، بتساعد جسدي أنه يكون منضبط. وصحة الجسد حتى الصحة الجسدية العادية بترتبط بأن يكون هذا الجسد منضبط في أكله، في شربه، في الرياضة اللي بيمارسها. فكمان الصحة الروحية يعني تجعل الإنسان ملتزما بأن يكون ملتزم بمواعيد معينة في الصلاة، في الأجبية، تكون ملتزم بمواعيد معينة في الأصوام. كنيسة رتبت لينا كل الأمور ديت لكي تساعدنا أن نمجد الله في أجسادنا. حاجة كمان تجعلنا نمجد الله في أجسادنا هي الخدمة، أن الواحد فينا يستخدم جسده لأجل خدمة الله وخدمة الناس، وده تلاقوه واضح في حياة أبائنا القديسين الرسل الأطهار اللي كانوا بيستخدموا جسدهم في السفر والتعب من أجل خدمة الآخرين، وتلاقوه واضح جدا في حياة كل أبائنا القديسين، حياة أمنا العذراء مريم اللي بذلت جسدها لأجل أنها تخدم، حتى لما كانت في وقت حملها وتعبها تسافر لإليصابات عشان تخدمها، وقضت كل حياتها تقدم جسدها ذبيحة لله، تمجد فيه الله. الجسد أيضا يمجد الله لما يكون هذا الجسد محتملا للألام بشكر، أيا كانت الألام ديت من الاضطهادات أو من الأمراض أو من أتعاب معينة نتيجة الخدمة، والإنسان فينا يحتمل هذه الألام بشكر فيقدم جسده ذبيحة لله، وبهذا يمجد جسده الله. الإنسان لما يكون جسده أيضا غير ساعي لطلب الملذات، وده اللي بيسموه الآباء النسك، إن الواحد فينا النسك ده مش للرهبان وبس، لينا كلنا المفروض نحيا هذه الحياة. مش مقصود بالنسك ان الواحد فينا ما ياكلش ولا ما يشربش ولا ما يلبسش، ولكن يكون مكتفي بما عنده. عشان كده بولس الرسول يقول: كونوا مكتفين بما عندكم. هو ده المعنى الحقيقي للنسك، ما ياكلش اكتر من طاقته، ما يشربش اكتر من طاقته، ما يلبسش اكتر من احتياجاته. عشان كده الكتاب بيقول: حتى لو واحد عنده توبين يدي اللي ما عندهش توب. هو ده معنى الحقيقي للنسك، الواحد يكون مكتفي باللي عنده. وبكده نقدم اجسادنا ذبيحة لله تمجد الله. الله أعطانا جسده طعاما، جسده ودمه، علشان أنا لما أكل جسده ودمه أنا أعطي لربنا جسدي ده هيكل لي، لأن الله يسكن في الهيكل، فبالتحاج به من خلال سر الإفخارستية يسكن الله في جسدي فيصبح جسدي هيكل لي. فعلشان كده بالطريقة دي نمجد أجسادنا لله. افتكروا الآية الجميلة كورنثوس الأولى 6:20: مجدوا الله في أجسادكم. ولربنا المجد دائما أبديا آمين.